موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماع مرحوم، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم لنصرة دينه، ونسأل الله سبحانه وتعالى في عليائه أن يشفي جميع مرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا، ونعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ونسأل الله عز وجل أن يوسع علينا وعليكم في أرزاقنا، وأن ييسر لنا ولنا ولكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا شك يعني أن الجلوس بين يدي الإخوة والتناصح في الله سبحانه وتعالى أمر في غاية الأهمية، وتشتد الحاجة لذلك حينما نكون الإنسان يعيش في زمن فيه فتن، وفي زمن تكثر فيه المتغيرات وتكثر فيه الأمور، وكثير من الناس كأنه وقع في مصيدة التشتت، لا يدري ماذا يفعل من كثرة الفتن التي تكون في واقع الناس ومستجدة بين الفينة والأخرى. حديثي مع الإخوة الأكارم والأفاضل في هذا الوقت يعني أتحدث فيه عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من الغرباء؟ في رواية قال صلى الله عليه وسلم: النزاع من القبائل، لأن كل قبيلة ينزع منها واحد أو اثنين ليستقيموا على أمر الدين. وفي رواية قيل: من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس، يعني الناس يفسدون وهم يصلحون. وفي رواية قيل: من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي رواية هم الذين يصلحون إذا فسد الناس، يعني تجد إنسان ينحرف وإنسان يترك الطريق وهو هذا الإنسان الغريب يصلح وينادي في الناس بالخير والسنة. هذا الحديث كما أنه يبين أن في آخر الزمان سوف تكون هناك غربة كما كانت غربة في الزمن الأول. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأمر صلى الله عليه وسلم بقول الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فصدع صلى الله عليه وسلم، ولما قيل له قم فأنذر فقام وما رقد صلى الله عليه وسلم، حتى أن أم المؤمنين تسأل: هل كان صلى الله عليه وسلم يصلي جالس؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم جت عليه فترة يصلي جالس؟ قالت: نعم، حين حطمه الناس كثرة البذل والعمل والمجهود والسعي في إصلاح الناس أثر في جسده صلى الله عليه وسلم ذلك. لذلك الحديث بيّن أن الغربة الأولى زالت، والغربة الأولى زالت ببركة عمل الصحابة وببركة تمسكهم بالمنهج وببركة الفهم والإيمان والطاعة والعمل الصالح. والحديث بيّن أن في آخر الزمان حتكون برضو فيه غربة، لأن النبي قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طوبى شجرة في الجنة يسير تحتها الراكب مسيرة 100 عام لا يصل الإنسان إلى آخرها. هذه لمن؟ هذا للإنسان المصلح،
وفي فرق يا إخوة بين الإنسان الصالح والإنسان المصلح. يعني في فرق بين الإنسان الصالح والإنسان المصلح، كما أن هناك فرق بين الفاسد والمفسد. فالصالح هذا صالح في نفسه، يصلي، يقرأ القرآن، يعمل جملة من الطاعة والعمل الصالح، فهذا إنسان صالح في نفسه. المصلح درجة أعلى، المصلح درجة أعلى من ذلك. ممكن عادي لو خلاص عادي، خلاص ربنا يحفظك، معلش تعبنا حضرتك. المصلح درجة أعلى من الصالح. المصلح هذا إنسان صالح في نفسه، يعني يفعل طاعة وعمل صالح وقربة لله عز وجل، ومع ذلك يقوم على إصلاح الغير. وهذا هو دور الأنبياء في الحقيقة، ودور الكمل من أهل الإيمان، ودور الشباب المفلح والشباب التقي، إنه يكون صالح في نفسه مصلح لغيره. وجود هؤلاء الناس في المجتمع ضمان للمجتمع، ضمان للمجتمع وجود هؤلاء، لأن الله قال سبحانه وتعالى: وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها صالحون ولا مصلحون؟ مصلحون. فما دام في القوم مصلح، وما دام في القوم إنسان يصلح ويعمل بالإصلاح، فالإنسان وجود المصلح في المجتمع هذا علامة خير. طيب، هل ممكن يكون في المجتمع إنسان صالح أو أناس صالحون لكن المجتمع يهلك؟ يعني في ناس صالحة لكن المجتمع يهلك. ليه؟ لأنه هو صالح بس في نفسه مش مصلح. لذلك أم المؤمنين زينب لما النبي صلى الله عليه وسلم قام من النوم وقد تغير وجهه وأخذ يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، وقال هكذا صلى الله عليه وسلم، يعني قدر فتح من ردم يأجوج، وقال هكذا. فقالت: أنهلك وفينا الصالحون مش المصلحون؟ معي يا شيخ؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. يعني إيه؟ الخبث بيزيد في المجتمع وأنا ما بنكرهوش، أنا صالح بصلي بس المنكر جنبي وأنا ماليش دعوة. دي اللي هي بيسموها إيه؟ السلبية. الإصلاح، إيه المنطلق بتاع الإصلاح؟ المصلح ده بينطلق منين؟ بينطلق من الإيجابية اللي هو إيه؟ الأمر عفو عن المنكر. فإذا رأيت إنسان يأمر معروف وينهى عن المنكر فهذا إيجابي. لذلك إحنا عندنا في السنة إن الملائكة ذهبت تدمر قرية، تدمر إيه؟ قرية على من فيها. فالملائكة لما ذهبت تدمر قالت: يا رب فيها عبد صالح. عبد إيش؟ ولا مصلح؟ قال: فيها عبد صالح، قال: به فابدأوا. أول واحد يدمر على بيته. لما؟ لأنه رأى المنكر ولم يتمعر وجهه، شاف المنكر وما أنكروش. لذلك الحديث بيقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الغرباء دولت اللي هو الحديث قال: يصلحون ما أفسد الناس، الذين يصلحون إذا فسد الناس، النزاع من القبائل. الناس كلها ماشية في اتجاه الانحراف. حتى دلوقتي الشباب يقول لك: إيه يا عم الشيخ، الناس كلها شمال. يعني إيه؟ يعني اللي بيروح في طريق الطاعة نذر يسير، صح؟ الانحراف كتير. طيب لو أن الناس كلها انحرفت واتفقوا على الانحراف، هل ذلك يجوز أم لا يجوز؟ لو أن أهل السماوات والأرض كلهم عصاة لله لكبهم في النار ولا يبالي سبحانه وتعالى. لذلك الله غني عنا. طيب وجود إنسان مصلح. طيب الزمان الأول اللي هو لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم
يصدع بالدعوة إلى الله عز وجل. أنا عاوزك تتخيل بس معي لو إحنا مثلا، حضرتك اسمك إيه؟ درش. أنا ومصطفى، أنا قلت المصطفى والراجل لابس كوفية اسمك إيه؟ مصطفى، ومصطفى رضي الله، ومصطفى اللي لابس عبد الرحمن ده اللي لابس كاب. قلت للشباب دولة الثلاثة روحوا للصايبر اللي جنبنا هنا أو للعيال اللي في القهوة، روحوا كلموهم ييجوا يصلوا العشاء. ممكن مصطفى يقول لي ايه؟ صعب، صح شيخ؟ صعب، اكلمهم ازاي؟ ومصطفى وشه يجيب الوان، ورجب وشه يجيب الوان، والموضوع صعب. لا، النبي بقى ارسل الى قوم، اللي في القهوه دولت مسلمين على فكره، النبي ارسل الى قوم فيهم الشرك والكفر، لا يعرفون الله ولا يعرفون له طريق، وامر ان يدلهم على الله وياخذ بنواصيهم للجنه. يبقى المهمه كان شكلها ايه؟ شاقه، شاقه. لذلك قيل ان حمله الدعوه هم الرجال. اذا في فرق بين الذكر والرجل، في فرق بين الذكر، هو ذكر، نوع ذكر، ودي نوع انثى. الناس كلها كده، الناس كلها تولد من الرحم، المؤمن والكافر والبر والفاجر، لكن الرجال يولدون من رحم تحمل المسؤولية اللي هو المصلح، يشوف المجتمع من جنبه الفساد فيه بي 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 بيزيد، وهو يقاوم، لا ييأس ولا يفتر ولا يكل ولا يمل. عشان تعرف ان في ناس كتيرة جدا سلبية، فكرة ايه؟ وانا مالي، صح؟ وانا ايه؟ وانا مالي ولا نيجيريا ولا كوت ديفوار؟ ما ينفعش تقول وانا مالي، لا، انت مسلم. لذلك العلماء لما تكلموا قال لك الناظر في الاسلام، اللي يشوف دين الاسلام كده، يجد ان المتمسك به داعية اليه. اللي يتمسك بالدين، ابو بكر لما اسلم راح جاب 5 من 10 المبشرين بالجنة لما اسلم، جاب 5، والبعض بيقول 6، راح دعاهم. طيب العلم اللي كان عند سيدنا ابو بكر قد ايه؟ يعني هو لسه قال لا اله الا الله، العلم اللي عنده لا اله الا الله، تقولها تخش الجنه، ده العلم. عمل ايه؟ عليك السلام. عمل ايه سيدنا ابو بكر؟ راح بلغها للناس. طيب دلوقتي انت العلم اللي عندك الان، انا اكيد انت عندك عارف ان الصلاه حق، وأهمية قراءة القرآن وصلاة الفجر في جماعة وكذا وكذا، أنت عندك كتير. طيب أبو بكر يا إخوانا، سيبك من مثلا مثال أبو بكر، نعيم بن مسعود. نعيم بن مسعود ده أسلم متى؟ أسلم في أثناء غزوة الخندق، أثناء غزوة الخندق. وكان نعيم بن مسعود شاب وليه صبوة، ليه ميل، ميل لإيه؟ للانحراف، يشرب الخمر، يطلب الغناء عند يهود، يدفع لهم فلوس هم يجيبوا له الغناء ويشرب الخمر، وشاب عايش حياته على رأي الشباب النهارده بالطول والعرض، وشغل مهرجانات بقى وايه، واهو ربكم ميزهم بميزة، والدنيا ماشية في اتجاه ايه؟ في الاتجاه ده. المهم الشاب ده قعد شوية يفكر، قعد ايه؟ يفكر. قال وانا الرجل الصالح، يقصد محمد، الرجل ده ما عملش فيه حاجة، أنا لماذا أعاديه؟ عشان تعرف إن فيك ناس كتير جدا واخدة موقف من الالتزام. ليه؟ لأن الالتزام بيقول له هذا يجوز وهذا لا يجوز، هو مش عاوز دي، هو عاوز إيش؟ عاوز كله إيه؟ كله يجوز، افعل ما بدا لك. فتلاقيه يقول لك واخد موقف من الناس اللي بتقول له يجوز أو لا يجوز. فالراجل قعد يفكر شوية، استخدم عقله، المهم جه قرر إنه يعبر الخندق ويروح للنبي صلى الله عليه وسلم. يعبر الخندق ويروح لمين؟ ويروح للنبي. لما عبر الخندق واتى امام النبي، المشهد ده القران وصفه، مش مشهد ان هو بيعبر الخندق، لا، مشهد الناس والخوف اللي في الصحابه. ربنا قال في هذا الامر، قال اذ جاءوكم من فوقكم، من فوقكم يعني غطفان وقريش، اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم، اسفل منكم مين؟ بني قريظه، نقضوا العهد. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا
ده القرآن بيقول كده، المؤمنين زلزلوا زلزالا شديدا. في الوقت ده جه نعيم. نعيم جه يقول للنبي ايه؟ عشان تعرف ان الصحابة كان شكلهم ايه. الصحابة لما تيجي تبص في اي ترجمة صحابي تجد انه عنده واحد اسلام، اثنين ايجابية، اثنين بيقاوم الشرور. اول ما اسلم الصحابي قال للنبي ايه؟ بعد ما اسلم قال للنبي كلمة، قال مرني بما شئت. شوف بقى انا اعمل ايه. طب سؤال، الاخ نعيم بن مسعود حضر كم درس؟ حضر كم خطبة؟ حضر كم احتكاف؟ يعني هو منذ ان اسلم بيقول للرسول قول لي انا اعمل ايه بقى. طيب بقى الاخ اللي هو حضر انشطة كتير جدا واحتكافات، وممكن يكون عضو في عمل، وممكن يكون كذا وكذا وكذا، ما عذرك الا تعمل؟ ايش العذر اللي عندك انك لا تعمل؟ لذلك الجيل الاول الصحابة استطاعوا ان يغيروا الواقع، والواقع كان ايه؟ كان واقع صعب، متكلس في الواقع كده، عامل زي الصخر. وقعد الصحابة ينحتوا في الصخر ده ويدعوا الناس، كل شيء كان على خلاف الإسلام، على خلاف دين الله، لدرجة ان ابن مسعود يقول ان الله نظر اطلع على اهل الارض فمقتهم جميعا عربا وعجما الا بقايا من اهل الكتاب. المقت اللي هو ايه؟ اشد انواع البغض. مقتهم جميعا الا بقايا من اهل الكتاب، فنظر في قلوب العالمين فوجد قلب اطهر، قلب محمد صلى الله عليه، فارسله بدين الله، ثم جعل له الصحابه وزراء واعوان. تخيل الواقع اللي هم فيه ده، هم امروا ايه؟ يغيروه خالص. بدا الصحابه تخير ان هم كانوا، عبد الله بن مسعود يقول كنا اذله حتى اسلم عمر. يعني كل واحد يتخفى بإسلامه، يتخفى مش قادر يظهر معالم دينه. ومع ذلك القرآن بيقول لهم ايه؟ فاصدع بما تؤمر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم فأنذر. يعني ايه؟ وأمروا بالبلاغ والدعوة والعمل. الواقع صعب ولا لا؟ عشان ما تجيش انت النهاردة ولسه الواقع صعب. لا، تخيل بقى في الواقع ده الصحابة عملوا بالإسلام. كان الناس عندهم عبادة الأصنام زي المية والشرب عندنا في البيوت. كان الرجل إذا أراد أن يسافر يأخذ 4 أحجار، 3 يضع عليهم الإناء حتى ينضج الطعام، وأحسن حجر في 4 يعبده. كان يأخذ أحدهم إله من عجوة فإذا جاع أكله. كانوا يعبدون الأصنام، كانوا يطوفون بغير بيت الله عراه، بيطوفوا بالكعبة وهم مش لابسين هدوم. وكانوا بيقولوا ما ينفعش نلبس الهدوم دي لان دي هدوم عصينا فيها الله عز وجل. وكانوا يقول لبيك لا شريك لك الا شريك هو لك ملكته وما ملك. وكانوا يستقسمون بالالزام اللي هي زي ايه؟ انت والبروج والحظوظ والكذا والكهانه والسحر والشعوذه والكفر. مجتمع مصمت كفر شر. والنبي بدا يعمل والواقع صعب واشتدت الأزمة على الصحابة، لكن هم كانوا رجال صبروا. وربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صبر الصحابة، بل كان عندهم ثبات في وجه الفتن رضي الله. وربنا قال للنبي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الصحابة ضيق عليهم. تخيل النبي كان إذا قام في قومه يقوم له من عمه أبو لهب، وكان يسب النبي. النبي ذهب للناس في موسم الحج في منى، كانوا في الجاهلية بيمشوا المنى يعظموا المشاعر الحرام في منى. فالنبي لما أتاهم ركب على الناقة وأخذ يقول من ينصرني، من يأويني حتى أبلغ رسالة ربي. فيأتي أشقى القوم فينخس البعير.
تخيل كده ايه، واحد راكب حمار ويجي واحد ينخس البعير، البعير عمل ايه؟ هيجري فيشفل فيقع صلى الله عليه وسلم. يقوم النبي فينفض التراب، يقول من ينصرني من يأويني حتى أبلغ رسالة ربي. وكان الناس يتهمون النبي بالجنون، مجنون. تخيل انت بقى تمشي في الشارع كده، الناس يقول لك مجنون، هتكمل دعوة ازاي؟ هتطيق؟ الرسول قالوا ضمام الأزدي جه للنبي قال يا محمد ماذا يقول لك رأيك؟ ضمام الأزدي كان في الجاهلية ايه، كان في الجاهلية يرقي من الجن، وكان بيقول عليه بيطلع جن يعني. فجي بقى طبيب هو يعني عندهم، فقال الرسول يقول يا محمد ماذا يقول لك رأيك؟ العفريت اللي استغفر الله وكده بيقول للنبي، والنبي ايه يرق له ويعمل ايه ويجري في الكلام صلى الله عليه وسلم. ولاحظ ان النبي ايه، النبي من قريش من عبد المطلب، يعني ناس لها مكانة في الجزيرة، ومع ذلك وجهته النبي يهدرها عشان ايش؟ عشان الدين. ما النبي هنا ما عادش يبحث عن الامان الشخصي. ما في بعض الناس لما يسمع مشكله يقول لك خليك بعيد، بياخدوا البطايق، خليك بعيد، امشي بعيد، امشي في ايه يا عم؟ ده النبي اهدر من عبد المطلب. يعني الناس دول كانوا قبيله عريقه، كانوا بيطعموا السباع مش الناس، وكانوا يطعمون الحجيج ورفاده البيت، وكانت تفعل افعال. وجده أبو طالب وعمه عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني. فالضمام يجي يقول للرسول إيه؟ يقول ماذا يقول لك رأيك يا محمد؟ النبي يقول له إيه؟ رأيي يقول لي، بيقول له إيه؟ النبي قال له إيه؟ قال اسمع أقول، ما قالوش يقول لي، قال اسمع أقول لك. فسمع فقال إن الحمد لله نحمده وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. فقال الرجل محمد أعد، أعدها ثاني. فعاد عليه النبي ثانية، فقال له محمد أعدها ثالثا، فعاد ثالثا. فالرجل قال والله لقد قرأت قاموس البحر وقرأت كذا، إن هذا الكلام ليس بكلام بشر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، وأستم ضمام الأزدي. تحمل النبي المشاق وراح للطائف، الطائف بيزيل الغربة، راح للطائف يا شيخ، وراح للطائف ايه زي حمل الطرق الابواب اللي انتوا كنتوا بتعملوها دي، بس انتوا الناس بتخبط عليه مرحب بيكم، انتوا فين؟ ليه زمان ما شفكنوش؟ احنا معاكم، ده انتوا حبايبنا ومش عارفين. الناس بتكلمنا كده ليه؟ كان في بعض الشيوخ بيقولوا الناس ربنا بيلين قلوب الناس عشان احنا ضعاف، بيقوينا بس بيثبتنا. لكن الرسول يخبط على البيوت، بيت ما سابش بيت في الطائف ولا طريق الا ودخل فيه صلى الله عليه وسلم. والناس كفر شديد وقلوب عليها، أكن 10 أيام بلياليهم لم يسلم رجل، نفس وحدة ما أسلمتش. النبي راح لمين؟ راح لأبناء عبد ياليل، الناس اللي هي إيه الكبيرة في المكان. فبيقول الأول يدعوه يقول انصرني وأويني وبلغ رسالة ربي ولك ولك ولك. فقال الرجل أما وجد الله غيرك؟ بيقول الرسول كده وربنا ما لقاكش إلا أنت. الثاني قال إن كنت صادق فإن كنت صادق فسينصرك الله، وإن كنت كذاب فأنا لا أكلم الكذابين. الثالث قال للرسول قال أما أنا أمزق ثياب الكعبة، طبعا الكعبة محرمة عندهم ومعظمة، قال أنا أمزق ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. وطلع النبي من عندهم وأغروا بمين؟ السفهاء والأطفال والنساء، واحد يضرب النبي حتى أدموا قدمه صلى الله عليه وسلم. عائشة بتقول لرسول هل مر بك يوم أشد من يوم العقبة؟ قال نعم، يوم أن عرضت نفسي على أبناء عبد يليل. النبي خرج من عندهم من الطائف حتى يقول حتى فقت في قرن الثعالب بين الطائف. النبي يقول لك مشى مسافة بتاع 60 ميل، 60 ميل، الميل كيلو ربع، شوفها بقى قد ايه. والنبي صلى الله عليه وسلم في هم. طيب النبي مهموم بايه؟ الناس ما قبلتش الدعوة، الناس ما استجابتش. طيب النبي تخيل، شوف هم الداعية مصلح،
النبي لما نزل مين شاف المشهد؟ ابن عمه عتبة وشيبة ابني ربيعة، عيل عمه كفارهم، بس اول ما شافوا النبي ايه اخذتهم الغيرة العصبية، ايه الحمية، يعني ابن عمنا يتعامل فيه كده؟ اي نعم هو مش على ديننا بس لا يفعل بمحمد هكذا، اخذتهم الغيرة وايه شافوا الدم كده فراق قوله، فارسلوا عداس الغلام، غلام طليعة كده صغير، ارسلوا بطبق عنب فراح ادال النبي. فاول ما جه للنبي النبي بدأ يأكل قال بسم الله، فالولد زكي ثقف زكي شاب مركز يعني، فقال إن هذا الكلام أهل البلدة لا يعرفونه، منين جبتها بسم الله دي؟ فقال له النبي من أين أنت منين؟ قال من ذي نوى بلد في العراق. قال له النبي من عبد الصالح، من بلد العبد الصالح يونس بن متى. فقال له ومن أين عرفت يونس بن متى الغلام؟ قال إني أنا نبي مثله. فقام الغلام يقبل رجل رسول الله وأسلم. مين شايف المشهد؟ الباطل صح، اللي هم مين؟ الباطل شاف المشهد كده، شاف إن شاب التزم، قال وأفسده علينا محمد. مسلم البحيري دلوقتي لما بيشوف شاب يروح المسجد ضحكوا عليك شيوخ صح؟ شيوخ صح؟ ما ماشي مربي دحلتك داعش صح؟ يشوه الصورة. لكن عادي للشاب يعمل لحية زي لعب لحية عبد الله السعيد وبتاعت فان ديزر اللي في الفيلم، عادي اللحية برضو ايه، ويلبس بنطلون قصير موضة، لكنه على السنة لا، ازاي أصبقت يا بني صح، ويجيك بني قينقاع وقريش ويتكلموا معاك. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه، يعني شوف الهم اللي النبي فيه وما سابش واجب ايش الإصلاح صح والدعوة. الغلام ده في بعض ذكر في بعض المواطن في السيرة إن لما قريش خرجت تقاتل النبي في بدر وقف لهم الشاب قال تقاتلون الرجل الصالح إني أنهاكم يا قريش، بيقول لقريش تقتلوا الرجل الصالح ده، النبي لقاء عابر مع شاب ترك بصمة، إيش أخبار؟ يبقى الأخ ساكن في مكان وجنبه ناس وهو بيقول أنا سلفي وما بيتركش بصمة في جاره، يبقى أنا في مشكلة، ده لقاء عابر ترك إيه؟ ترك بصمة. والمهم إن الصحابة بعد كده عادوا ودخلوا مكة، الرسول دخل مكة في جوار أحد المشركين، ثم بعد ذلك هاجر. الهجرة كانت شديدة على الصحابة، الواحد فيكم لما بيروح يزور قرايبه في الصعيد في أسيوط ولا في جنة ولا في البليانة، ولا يروح يزور صحابه في 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 في, في الدلتا أو في المنوفية وكفر مصالحي والشهداء والحاجات اللي زي كده والمحمودية، وأهله والناس إيه كرمينه ويشربوه ويحطوه في أحسن مكان ما بيعرفش ينام، ليه؟ غير إيه مكان نومه صح؟ المية هي بيستطعم المية هنا بس ما بيستطعمش المية فين؟ في المكان اللي يروح له صح؟ الصحابة عانوا بقى، أبو بكر أخذ أبو بكر أصابته الحمى، أصابته الحمى أبو بكر، وبدأ عائشة تقول والله لا يدري أبي ما يقول، أبويا مش عارفة بيقول إيه من كثرة الوجع. وبلال أخذ ينظر كذا في المدينة ما شافش جبال المكة بقى، فأخذ يقول هل أرى يوما سوق مجنة، هل أرى أذخر وشامة وجبال مكة وكذا وكذا. واشتد الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم إيه بيثبت الصحابة، ولما رأى الأمر شق عليهم رفع إيديه قال اللهم حبب إلى أصحابي مك المدينة كحب مكة أو أشد، اللهم انقل حماها إلى الجحفة. النبي شاف رؤيا أن امرأة عجوز شمطاء ثائرة الشعر خرجت من المدينة وسكنت إيه الجحفة، فأولها النبي بخروج إيش الأسقام، لأن المعروفة المدينة كانت إيش موبوءة به موبوءة بالأمراض. وكان واليهود قالوا إيه بقى الحصار النفسي على الصحابة، قالوا إن أصحاب محمد لا يولد لهم ذكر، إن إحنا اليهود قالوا إحنا عملنا سحر وإن أصحاب محمد لا يولد لهم ذكر. فأول مولود ولد في المدينة من؟ عبد الله بن الزبير. ففرح به المسلم فرح،
حملة شرسة. فرح به المسلمون فرح، وكان أول ريق يدخل جوفة ريق النبي صلى الله عليه وسلم. وعاش الصحابة وقاتلوا في بدر وأحد والخندق وانتصر الصحابة. النبي مات والمسجد الأقصى ما عادش، بس النبي عمل إيه؟ وضع الطريق للأقصى. صح، وضع الطريق إزاي؟ رب جيل، رب شباب، شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم فأنبتهم نباتا يطيب عطرا من غصونه، وإذا جن الظلام فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. رباهم. بعد شوية أو عمر أبو بكر كمل المعارك، بعد كده عمر، وعمر دخل القدس سنة 16 من الهجرة النبوية، وأخذ مفاتيح القدس من القس سقرانيوس. القس قاعد يبكي، فقال عمر: هون عليك، دوى عليك، هكذا الدنيا يوم لك ويوم عليك. يا الدنيا كده، يوم لك ويوم عليك. بس امتى يجي اليوم بتاعنا بقى؟ لما احنا نعود، لما احنا نعمل، لما احنا كل واحد فينا يؤدي اللي عليه، يكون مصلح، يكون إيجابي في المجتمع. وفتحت القدس، وأطفأ عمر نار المجوس رضي الله عن عمر، والصحابة دخلوا بلاد الروم، وانتشر الصحابة، دخل الصحابة مصر. عمرو بن العاص رضي الله عن عمرو وأرضاه، بعض الإعلاميين اليوم بيسب عمرو بن العاص. عمرو بن العاص تعرفين دخل مصر إزاي بعد ما خلصوا فلسطين والقدس؟ عمرو بن العاص اتجه بالجيش اتجاه مصر، فالصحابة قالوا سيدنا عمر العمر إن عمر جريء، فسوف يذهب يقاتل القبط في مصر، والقبط أهل شراسة وقتال، فاكتب إليه. استنى شوية لغاية لما نجهز له جيش. عمرو بن العاص انطلق اتجاه مصر، وهو خلاص جر، عمر بن الخطاب كتب له إيه؟ كتاب: إن أتاك كتابي هذا ولم تدخل مصر فلا تدخلها، وإن أتاك كتابي وقد دخلت مصر فعلى بركة الله. عمرو بن العاص بيمشي شوية كده، شاف البريد جاي، البريد اللي هو الرسالة، فأول ما جاء البريد قال لهم أخروا عني شوية، ردوه، ما تجيبوش دلوقتي. وأكمل سيدنا عمرو بن العاص خيط لما دخل مصر، خش بعد ما دخل مصر نزل في العريش، فقال: أتوني ببريد عمر. فجابوا البريد، فقالوا لعمر يقول: إن كنت لم تدخل مصر فلا تدخلها، وإن كنت قد دخلت مصر فعلى بركة الله. فقال الناس: أين نحن؟ قال: في العريش. قال: فعلى بركة الله. عمرو بن العاص دهية العرب رضي الله عن عمرو. وبدأ إيه؟ فتحوا النوبة، فتحوا السودان، وبدأ الصحابة يمشوا في أفريقيا، وبدأ وصل الصحابة لغاية أفريقية، والصحابة وصلوا إلى، منهم من وصل إلى الأندلس، ومنهم من وصل إلى أوروبا، ووصلوا إلى الصين، ممالك الصين، قتيبة بن مسلم. والصحابة دخلوا أوروبا، دخلوا مدريد وليون، اليون دي عندنا بتاعت كورة، لكن الصحابة دخلوا مدريد ودخلوا ليون ودخلوا أثينا، وعاشوا هنالك، وأسسوا حضارة في هناك الصحابة، ودانت الدنيا بدين الله، لدرجة أن خليفة الرشيد يقول: امطري حيث شئت سيأتيني الله بخراجك إن شاء، من كثرة من سعة رقعة بلاد المسلمين. وانتصر أهل الإسلام، وكانوا رحمة وعدل رضي الله عنهم وأرضاهم، وأقاموا العدل ورحموا الخلق ودعوهم إلى دين الله. الغربة الأولى زالت ولا لا؟ طب الغربة دي زالت بإيه؟ بحاجتين: منهج اللي هو الوحي، كتاب وسنة، وتاني رجال يطبقوا الوحي. ابن القيم بيقول ايه؟ بيقول حاجة جميلة جدا، بيقول: السيف بضاربه. صح؟ السيف بيش يعني ايه؟ يعني لو ان واحد مشلول شال سيف، طب واحد قوي القرآن بقى، لو واحد قلبه مريض ومعه القرآن، طب لو قلبه قوي ومعه القرآن ملتزم بالدين صح، مستقيم صح، مش على زجزاج، لا، طريق مستقيم. لذلك قالوا: الزبير بن العوام ضرب واحد بالسيف شقه في القتين، ضربه كده بالسيف شقه في القتين، فقال الناس: ما أقوى سيف الزبير. قال: لا، بل ما أقوى ساعد الزبير. لذلك السيف بيه
على فكرة سورة براءة هي سورة براءة، وسورة القرآن وقاف هي قاف، والفاتحة هي الفاتحة. طب إيش اللي تغير؟ إحنا اللي تغير. أضرب لكم مثال أوضح للي أنا عايز أقوله. الواحد فينا لما يجي له دور برد بيدوق طعم الأكل، ليه؟ الأكل تغير؟ مش نفس اللي بتطبخ هي الست بتطبخ، أمي هي اللي بتطبخ الطبخ، نفس الأكل ونفس المقادير بتعمل كل شوي، بس أنا ما بدوقش الطعم. المشكلة فين؟ في أنا، عشان عندي مريض. لذلك الإسلام له طعم، والدين له حلاوة، والسنة بركة، والقرآن رحمة ونور وضياء وشفاء لما في الصدور. طب ليه أنا ما بستطعمهوش؟ يبقى أنت محتاج تفتش جواك. الصحابة كانوا رجال واستطاعوا أن يزيلوا، أن يقهروا الباطل. عارفين الرسول دخل يوم فتح مكة راكب إيش؟ راكب جمل أبو جهل. يعني إيش؟ يعني طبعا قريش عارفين العربية بتاعت أبو جهل اللي هو الجمل يعني، صح؟ الرسول دخل راكب جمل أبو جهل، إغاظة للمشركين. ولما الصحابة دخلوا في عمرة القضية، لعمرة القضاء يعني، الرسول قال لهم قبل ما يدخلوا قال رحم الله رجل أراهم من نفسه قوة. يعني إيش؟ أنت لما تمشي العمرة إن شاء الله، أنت في أول ثلاث شواط تمشي رمل، يعني مشي دون الإسراع ودون المشي، تهز أكتافك كده في الثلاث شواط وتكشف كتفك إيه؟ الأيمن. ليه؟ عشان المشركين طلعوا إشاعة إن أصحاب محمد أتوا معهم وباء ومرض فتركوا لهم الحرم، والإشاعات بقى الجزيرة بتتكلم، والإشاعات بتتكلم على الصحابة. فالصحابة دخلوا قالوا أتوكم أنهكتهم حمى يثرب، مرضى وتعبانين وعيانين وكذا وكذا. الصحابة دخلوا أول ثلاث شواط حاجة زي الجري كده، والكتف قد كده ما شاء الله وقوة، فقالوا هؤلاء بل والله إنهم أقوى من كذا وكذا. عشان ما تجيش تكتب على الفيس أشعر باليأس، أشعر بالإحباط، أنا أشعر بالغيظ. في الدعوة بقى لا تشتغل بقى في الدعوة بقوة، أصحاب منهج. الصحابة كانوا كده رضي الله عنهم وأرضاه. عارفين أهل الكتاب لما شافوا الصحابة شافوهم إزاي؟ شافوهم لما فتحت القدس. لما فتحت القدس أهل الكتاب كده قعدوا شافوا الصحابة، شافوهم، فأول ما رأوهم قالوا هؤلاء أفضل من حواري عيسى وأفضل من أصحاب موسى. لما شافوا الصحابة، عارفين هند زوجة أبو سفيان كانت مشركة اللي أكلت كبد حمزة، كانت بتقول للنبي كده والله ما كان أهل خباء على وجه الأرض أحب إلي من أن يذل مثل أهل خباءك. بتقول للنبي ما فيش بيت أنا أحبه يتذل زي بيتك. المرأة دي أسلمت. عارفين أسلمت إزاي؟ جات صبيحة فتح مكة راحت لزوجها أبو سفيان قالت إني أريد أن أسلم، فقال على كفرك أنت، يعني أنت ده انت حاجة انت. قالت والله ما رأيت الله عبد كما عبد البارحة، لقد رأيت صحابة رسول الله سجدا وركوعا عند الكعبة يبكون. شافت الصحابة ايه؟ نماذج. انت بقى في الجامعة نموذج، في مدرستك نموذج للمسلم، في الشغل، في السوق، في البيت، في الشارع، ولا الشاب ملتزم معانا في الحلقة ما شاء الله، وفي البيت 400 عفريت، الأم تتصل سلام عليك أحمد بيحفظ معاك، وهي والله حق أحمد أحسن واحد، قالت كده الله يخرب بيتك وبيت أحمد. ليش أحمد إيه؟ أحمد مع الشيوخ يركب الاسطوانة بتاعت الشيوخ، ما هو الشاب ولا مشوف الشيخ ولا الشيخ شيوخ يعمل إيه؟ يعمل التليفون فايبريشن ماشي؟ بعد ما يمشي والعيل عامل أكاونتين، أكاونت بتاع الشيوخ ينزل عليه الأحاديث، والأكاونت بتاعي بقى التيك توك ومش عارف إيش. فلا الصحابة مكنش كده، وضوح. الغربة الأولى زالت بقى بمنهج وحملة، المنهج موجود الكتاب والسنة، وأمة محمد أمة الإسناد، والإسناد متصل بالإسناد متصل للصحابة وللنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمة عندها ميزة، القرآن والسنة ميزة. طيب المشكلة وين؟ في الحملة بقى اللي هم إحنا اليوم. الأهل الإسلام لم ألمت بهم الغربة الثانية، والغربة دي بدأت إمتى؟ بدأت من بعد مقتل عمر. بدأت إيش إزاي؟ عمر بن الخطاب قعد جلسة زي دي
قال للصحابة: من منكم يحدثني حديث رسول الله عن الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا. فقال عمر: تكلم إنك لجلي، تكلم إنك لجريء. فقال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وزوجه يكفرها صلاة وصدقة وصيام. قال عمر: لا، ما على هذا أسأل، أسألش عن الفتنة دي، إنما أسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر. فقال له حذيفة: وما لك وما لها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها باب مغلق. فقال عمر: أيفتح الباب أم يكسر؟ فقال حذيفة: بل يكسر. فقال عمر: هذا أحرى أن لا يغلق أبدا. بعض الناس اللي قاعدة ما فهموش الكلام. فقالوا: قلنا لمسروق، تلميذ حذيفة، سأل حذيفة: من الباب؟ قال: الباب عمر. قال: أيعلم عمر أنه سيقتل؟ قال: كما أنكم تعلمون أن غدا دونه الليلة، فبمقتل عمر كسر الباب بين الأمة والفتنة. يبقى احنا فين بقى دلوقتي؟ في خضم الفتن. دورك انك انت بقى لازم تتعلم المنهج، تعلم دينك، تعلم اسلامك، وخلي بالك من دينك، خلي بالك، اوعى تنسلخ من دينك، تنسلخ من اسلامك. ابحث عن حلقه، درس زي الدرس بتاع الشيخ محمد ده، حلقه علميه، تحفظ القران، تتعلم السنه حديث حديث، ايه ايه، تكون من المصلحين، تكون نافع، تكون ايجابي، عشان تبقى من المصلحين اتغير. لذلك خلي بالك من الانسلاخ. حذيفة، حذيفة قالوا لحذيفة: هم بني إسرائيل تركوا الدين مرة واحدة؟ بني إسرائيل تركوا الدين مرة واحدة ولا تركوا ازاي يعني؟ فقال حذيفة: لا، ما تركوه جملة واحدة، سابوش يعني، ما قاموش منهم، سابوا دينهم. طب سابوا كيف؟ قال حذيفة: أمروا فلم يأتمروا، ربنا أمرهم ما سمعوش، ونهوا فركبوا، نهوا فارتكبوا المخالفات. قال: فانسلخوا من الدين كما ينسلخ الرجل من قميص. انا لما عايز اقلع الجاكيت ده هقلعه ايه؟ اول افك الكم، وبعدين صح؟ انت عايز تقلع القميص فك الزراير. ففي بقى واحد مع دينه كل يوم بيفك منه حته، بيتدرجك يفك 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 لغايه لما يسيب. وفي واحد زي ما النبي ضرب في الرؤيا اللي شافها، النبي شاف رؤيا يقول النبي: عرض علي أناس عليهم قمص إلى الثدي. القميص منين؟ من 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 فين لفين؟ من هنا لهنا. القميص من هنا لغاية هنا، واللي تحت عاري. وأريت أناس، ورأيت أناس عليهم قمص أدنى من ذلك، واحد للصرة، واحد للحقوين، واحد للركبتين، واحد للكعبين. يقول النبي: ورأيت عمر يلبس ثوب يجر في الرؤية. اوعى تفكر ده دليل على انه يجوز تطول ثوبك، لا مش دليل. قال: ورأيت عمر يلبس ثوب يجر. قالوا: يا رسول الله بما أولت؟ قال: أولت ثوب عمر بالدين. يبقى دين عمر ايه؟ سابغ. النووي بيقول ايه؟ يقول: دين عمر نفع به نفسه ونفع به غيره. يعني ايش؟ مصلح. انت بقى ايش اخبار دينك؟ تدينك لغايه فين؟ ولا الياقه بس؟ استقامتك. يبقى احنا عايشين دلوقتي في الغربه الثانيه، فطوبى للغرباء. لذلك اجر العامل اليوم والمستقيم اليوم، الرسول يقول: ان من ورائكم ايام الصبر، اجر العامل فيها كاجر الخمسين. اجر العامل كأجر الخمسين. الصحابة قالوا: منا أم منهم؟ قال: منكم، لأنكم تجدون على الخير أعوان وهم لم يجدوا على الخير أعوان. أجر العامل اليوم كأجر الخمسين من صحابة رسول الله، لكن هم حيفوقون به بالصحبة، نصاحب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك انت بقى، يأتي زمان على أمتي القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. طيب تخيل بقى لو واحد مسك جمرة في ايده تحرق، صح؟ ألم. طيب لو سابها عايز يسيب دينه، طيب الحل؟ اصبر يرحمك الله.
اصبر على الاستقامة، اصبر على ترك الحرام، اصبر على ترك المعصية، اصبر على فتح اللينك اللي هو فيه مقطع هابط أو فيلم كذا أو كذا أو كذا، اصبر على الطاعة بالعمل، اصبر على الصلاة، اصبر على الدعوة، اصبر على طلب العلم، اصبر على العمل الجماعي، اصبر على إخوانك، تحمل الناس، اعمل في الدعوة، لا تترك مكانك، لا تترك الثغر اللي انت واقف عليه، أدي رسالتك، قوم بدورك، أدي ما عليك. يبقى أجر القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. يبقى لذلك إحنا اليوم في زمن نحتاج فيه نماذج تطبق الإسلام. ممكن تكون أنت، ممكن تكون أنت، ممكن تكون أنت الأخ الشيخ الكبير، الأخ الصغير فلان، إن كل واحد فينا عشان نستطيع إن إحنا نزيل الغربة. الإسلام اليوم يحارب، الدين يحارب، الشريعة تحارب، السنة تحارب، دورنا بقى نحن نتحركه نعمل. وإحنا دعوة نأمر بالمعروف بالمعروف وننهى عن المنكر أيضا بيش بالمعروف. يعني إحنا لنا بتوع ينجيب حقهم ينموت زيهم، اللي ساكت ساكت ليه انت تبحهم ولا ايه، واقطع السكة وهيتفات ومولوتوف ومش مولوتوف، لا إحنا مش 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 طريقنا هذا. ولا إحنا بتوع التكفير يكفر المجتمع، المجتمع ده كله كافر. أنا قابلت مرة شاب في المترو، هم ما عرفوه، تعرفت عليه في المترو، نركب المترو فتحنا في الدين. قال بص يا شيخ، قلت له قول. قال لي ساعتها كان الدكتور مرسي، قال لي الله يرحمه، قال لي الدكتور مرسي كافر. قلت له تمام، وش أخرى؟ قال لي والإخوان كفار. تمام. والجيش كفار، والشرطة كفار، والقضاء كفار، والدعوة السلفية وحزب النور كفار. قلت لي يا ابني سبت نام في مصر غير التكاتك. قلت له حتى، قلت له على فكرة التكاتك شكلها كفار، حتى شكلها وحش والله. قلت له كفر كفر المجتمع كله. وكان معنا واحد زمان في المعتقل، زمان يعني ايام زمان، كان يقول كده في يضحك يعني، كان يقول لما نعمل ماتش بين السلفيين والتكفير هتبقى في بعض المصطلحات عليها مشاكل. اسمه بشير. ايه بشير؟ قال اول حاجه هيقول لك كره كفر، وتاني حاجه هيقول لك هجمه مرتده، فهيبقى يكفروا. فكان هو بيقول بابا شوقي نادى فينا يلا نكفر اهالينا ونسرق الجديان كفار. كان في المنوفية، في الفيوم أقصد، وفي بعض الأماكن كده طلعت فرقة اسمها الشوقيين، دول يعملوا إيه؟ يكفروا ويسرقوا، يكفر ويستحل. فإحنا لنا كفار، لنا تكفير للمجتمع، لكن إحنا دورنا نصلح بقى ونصبر، لأن المصلح لازم إيش؟ يصبر. لكن احنا للاسف عاوزين ايش؟ عاوزين الموضوع يخلص كده. زمان شبك له، مفيش شبك له بيك له، خلاص. في لازم معاناه، لازم تتعب، لازم تبذل، لازم تغرس. نغرس بقى، اغرس جيل يطلع جيل يحب الاسلام، جيل يعمل. لذلك في اخر الزمان لما يخرج المسيح الدجال، المسيح الدجال لما يخرج ويعرض له شاب يطلع له كده، شاب من خير أهل الأرض أنا ذاك، وسيد من الشهداء هذا الشاب. شكله إيه الشاب ده؟ أو يشوف الدجال، فأول ما الدجال يجي له يقول له إنك أنت الدجال، فيسيبه. الدجال يقول للناس أرأيتم لو قسمته فلقتين ثم أحييته هل تؤمنوا بي؟ الناس يقولوا إيش؟ معاك، أيوة طبعا الله. فيعمل ايه؟ فيقسم الشاب فلقتين ثم يقول له عد، فيعود الشاب كما كان الشاب، فينظر اليه الشاب ويبتسم يقول والله ما ازددت فيك الا يقينا انك انت الدجال. فيلقيه الدجال، المسيح الدجال يلقيه ايش؟ في النار. ونار الدجال ايش؟ هي الجنة. الشاب ده ثبت ليه؟ أكيد عنده إيمان، صح شيخ؟ عنده علم شرعي قوي، مش أي واحد يلقي عليه شبهة يجري وراه، أي واحد يلقي عليه شبهة، لأنه تعلم. أكيد ده تربى في الحلقات، تربى على طلب العلم، تربى على العمل للدين. لذلك إحنا في زمن محتاجين بقى إحنا نقوم بدورنا،
نقوموا بدورنا. وانتوا في حملة طرق الأبواب حد قال لكم لأ؟ حد أغرى بكم الصبيان والغلمان وقعد يضربوكم بالحجارة؟ حد استهزأ وسخر؟ ولا أغلب 90% من الناس، 95% الناس بتعمل إيه؟ مرحب. تخيل بقى نعمل طرق أبواب للصلاة، نعمل طرق أبواب على الأخلاق، نعمل طرق أبواب على معاني شرعية، نكلم الشباب في المقهى، أنت وأنت 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 وفلان وسين وصاد والشباب دولة يتحركوا، ونعمل كده عمل لدين الله عز وجل. تحرك، نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر، هنغير الواقع ونساهم فيه في عودة الأمة، والأمة هتعود. بس أهم حاجة تكون أنت فيها، أنت ساهمت، أنت بذلت، أنت عملت. عيش للقضية دي، وإياك تبقى عايش للكورة، عايش الأغاني، الأفلام، الشهوات، للعادة السرية، للنزوات، للمعاصي، السيئات. عيش للطاعة. أفمن يمشي مكبا على وجه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يقول سبحانه وتعالى: أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة؟ لذلك شتان يا شباب بين أهل الطاعة وأهل العمل الصالح وأهل الإصلاح وبين أهل المعاصي والذنوب والسيئات. هؤلاء في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، والآخر في نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. فالناس في القيامة فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فيحتاج الإنسان في هذه الدنيا أن يعمل بالطاعة والعمل الصالح، وأن يصبر ويصابر ويرابط على مرضات الله سبحانه وتعالى حتى يأتيه اليقين، يأتيه الموت على طاعة وعلى عمل صالح. فإياك أن تترك دورك في الدعوة، إياك أن تترك ما أنت عليه من طاعة، إياك أن تترك الطاعات، بل عليك بالزيادة. والنبي تعود صلى الله عليه وسلم من النقصان بعد الزيادة، وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وجزاكم الله خيرا يعني على مجهودكم وبذلكم، وسامحوني لو أطلت عليكم وجزاكم الله خيرا.